وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، بعد التحية، ضعينا في أجواء معرض الكتاب لديك، ما هي أبرز فعاليات اليوم والأنشطة الثقافية؟ نعم، بعد التحية نتابع معكم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. هذه الدورة التي تقام بمشاركة واسعة، نحن نتحدث عن أكثر من 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 53 دولة حول العالم، بتحل المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف للمعرض هذا العام. أما عن شخصية المعرض فهو صلاح جاهين، وكما ذكرت بتستمر الفعاليات حتى 6 فبراير القادم. الحقيقة أنه هذه الدورة من المعرض بتقام على مساحة كبيرة، يعني تتجاوز 80,000 متر مربع، مقسمة إلى 5 صالات عرض. أيضا تم تخصيص جناح خاص لدور النشر الصغيرة تشجيعا لهذه الصناعة، وأيضا تشجيعا لصغار الناشرين ليقوموا بالمشاركة في هذا المعرض وعرض المنشورات والكتب المختلفة. المميز أيضا في المعرض هذا العام هو التنوع الكبير للفعاليات الثقافية، تتجاوز 500 فعالية وتقام في يعني ما يقارب من 7 قاعات أو أكثر من 7 قاعات بتقام فيها كل هذه الفعاليات التي تتنوع ما بين ندوات وأمسيات شعرية وأنشطة وفعاليات فنية وأيضا أنشطة وعروض للطفل، بتقام في قاعة مخصصة للطفل وتتمثل في عدد من المسرحيات والأنشطة الفنية. يعني إذا تحدثنا عن على سبيل المثال عن أبرز الفعاليات الثقافية التي تقام في القاعات اليوم، فقاعة صلاح جاهين ستشهد مجموعة من الندوات، من أبرزها ندوة عن الصناعات الثقافية. أيضا القاعة الدولية ستشهد ندوة عن الأردن، تاريخ وحضارة وتاريخ عبر التاريخ. الصالون الثقافي أيضا سيشهد مجموعة من الندوات، من أبرزها ندوة عن دور المرأة في تشكيل الوعي الثقافي والأخلاقي، وندوة أخرى خاصة بمئوية سيد درويش. أيضا قاعة الشعر ستشهد مجموعة من الأمسيات الشعرية التي ستقام بمشاركة من شعراء مصريين وعرب. الحقيقة منذ تواجدنا في إقبال كبير من المواطنين من مختلف الفئات لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعني أيضا مع يعني انخفاض أو تخفيض سعر التذاكر، فهي الماضي يعني 5 جنيهات سعر التذكرة، ولكن هناك تسهيلات كبرى بتقدم للزائرين من حيث طبعا إمكانية حجز التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني، أيضا تخصيص مسارات خاصة بكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وأيضا أماكن للاستراحة وخدمات متنوعة للزائرين. هناك أيضا تسهيلات لعملية نقل الركاب من وإلى مقر يعني معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك عن طريق تخصيص وتوفير خطوط أتوبيس في عدد من المناطق في القاهرة، يعني كميدان الجيزة وأيضا دوران شبرا وميدان عبد المنعم الرياض وغيرها من المناطق. يمكن الزائر أن يستقل هذا الأتوبيس ويأتي إلى المعرض ويغادر من المعرض إلى هذه المناطق، وذلك بشكل مستمر على مدار اليوم. أيضا يعني تم الاهتمام بالمنصة الرقمية في المعرض هذا العام عن طريق كما ذكرت إتاحة حجز التذاكر وأيضا شراء الكتب بشكل إلكتروني، وتم فتح هذه المنصة من قبل حتى بداية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لإمكانية الاشتراك من قبل الناشرين للمشاركة في المعرض هذا العام. إذن فعاليات متنوعة ومستمرة حتى 6 فبراير، والفرصة متاحة أمام كل الزائرين لزيارة المعرض بشكل يومي من 10 صباحا. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب.